جابك هنا انتي؟ انتظرك، قالوا لي عندك اجتماع وما حبيت اقاطعك. الحين تمشي من هنا بسرعه ولا عاد ابغى اشوفك. يلا بسرعه. كذا تطردني وانا جايبت لك هديه؟ يا بنت الحلال قاعد اقول لك امشي الحين من هنا، لا تفضحينا. افتحها بس. وش هديتها انتي؟ حنا في شركه حنا. زينه توكل على الله بسرعه. اي صح، كيف ما جات على بالي. خلاص راح انتظرك في الكافيه. ولا راح اجيك ولا شيء الى هنا وستوب، رجاء توكل على الله. سحر جتني البيت وهددتني وشكلها مو بناوي على خير، فتعال الكافيه خلنا نتفاهم بعقل. وباي ذا وي هذا جوال جديد بدل اللي انكسر، وفيه شريحه وفيه نت، شغل اللوكيشن عشان لا تضيع الكافيه. انا بسبقك هناك، ولا تحاول تروح لسحر، تعرفها مني السالفه بالاول. باي. حلو حلو. لا لا لا، واضح اننا يعني بنشوفها كثير وقريب بالشركة، يعني بحكم أنه عندنا شواغر جديدة هنا. مش قصدك يعني؟ لا أبد، بصدق عاد حزينة أنا كثير، واجعني قلبي هالمسكينة الضعيفة اللي قاعدة بالبيت، لا تطلع لا تروح لا تجي، ومقفل عليها مبدارية وش قاعد يصير من وراها. لا وتطمني وحط يدك في موية باردة، قاعدة تعرف وتشوف أحسن مني ومنك. وعلى فكرة ترى وارثة بعد النظر وقوة السمع من أمها خديجة. أمورك طيبة؟ متأكد؟ طيب انتبه على نفسك يا طلول. ما راح تسألني إذا رحت شفت سامي ولا لا؟ والله خاف أسألك وتعصب. طمن ما راح أعصب. يعني شفته؟ شفته وقليتني ما شفته. لا تقولها، بس لا رفض يرجع. ما أعرف، بس الشيء الوحيد اللي أعرفه إن بعد اليوم ما في أحد فينا راح يرجع مثل قبل.